السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف المرسلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة موضوعنا يا جماعة بيختص في ترقيم الحيوانات، بيختص في ترقيم الحيوانات. احنا هنحكي القصة بدأت ازاي في حوار ترقيم الحيوانات، وايه الفايدة من ترقيم الحيوانات. يقصد بترقيم الحيوانات بان هو بيتم اعطاء كل حيوان ترقيم يلزمه طوال حياته، ويمكن من خلاله تمييزه عن الحيوانات وعن غيره، ويمكن بذلك متابعة حياته الانتاجية والصحية ونسبة التحويل فيه. وهناك من يعطي الحيوانات الكبيرة أسماء كمان، يعني ممكن تديها أسماء بالإضافة إلى أن الرقم بالإضافة إلى الأرقام، ولكن الاسم يشتبه أحيانا على القائمين على تلك الحيوانات نظرا لتشابههم وتقاربهم في المواصفات المظهرية. ولكن كل حيوان يمثل تركيبة وراثية معينة، حيث يحدد بقائه في القطيع إنتاجي من حيث إنتاجه الجيد، ويخرج من القطيع عند انخفاض انتاجيته. وتظهر أهمية الترقيم لا سيما في البلدان التي يتم يسجل بها نسب الحيوان، يعني الحيوان ده أصله إيه، أساسه إيه، ماركته إيه، فبيعملوا له سجلات يقول لك ده أصله كذا من كذا على كذا. فاهمين قصدي؟ هو ده اللي المقصود بإن في بلدان بيتم تسجيل نسب الحيوان، يعني أصله، تمام كده. ولان الجمعيات الان وان جمعي وإن لان جمعيات الانواع جمعيه الانواع بتتتبع ترقيم الحيوانات، في جمعيات بتتبع ترقيم الحيوانات لاغراض البحث والتقييم العلمي الوراثي عشان يقدروا يعملوا عليه شغل وينشطوا من الانتاج الحيواني بتاعه، ويقدروا يجيبوا اعلى انتاجيه في معامل التحويل. ولم يكن ترقيم الحيوانات في بعض البلدان شائع مثل العراق وليكن بين المربين والفلاحين، كل ما كانوا اللي كانوا بيعملوه احيانا انهم كانوا بيعتمدوا على شرح في الاذن، يعني يدي يقطع حته في الودن يعلمها يخرطها باشكال مختلفه لكي يميزوا الحيوانات عن بعضها والحيوانات الاخرى، لان كان في طبعا في الفتره ديت حيوانات كتير شبه بعضها، فكل واحد له مجموعه من الحيوانات، فبيضطر انه ايه ياخد من كل مجموعة يعلمها بعلامة معينة يعرف ان الحيوان ده بتاعه، تمام كده. وكانوا بيعتمدوا على كي الحيوانات وكي الجلد بالنار لأحداث علامة مميزة فيه، يعني يسيبوا علامة مميزة فيه. اما في المحطات الكبيرة اللي هي المساحات الكبيرة، فكانت بتتركم الحيوانات بأماكن عديدة وباستخدام ارقام متنوعة للحفاظ طبعا على شخصية الحيوان وتميزه عن غيره. ومن الطارق المتبع في الترقيم هي الكي على الجلد، اللي هو بنسميه الوشم، الكي على الجلد اللي احنا بنسميه الوشم. يقوى في هذه الطريقة جلد الحيوان، يعني الجلد نفسه بنديله وليكن رقم 1 2 3 5 8 رقم حرف، كل ده بنبقى بنظام كي بالنار، بنكوي بيه جلد العجل او جلد الحيوان لنثبته عليه، او الارقام والحروف المعدنية بعد تسخينها طبعا. ويفضل استعمال الارقام او حروف نحاسية بدلا من الحديد لكون النحاس افضل بكتير من الحديد من حيث التوصيل الحراري، ولا يلتصق بالجلد، ويجب اجراء الوسم في وقت يقل فيه انتشار الحشرات لانه هيسبب لها جرح، تمام كده. ويجب ان يجرى شخصية متمرسة، يعني اللي يقوم بالموضوع ده شخصية متمرسة وذو خبرة في هذه الطريقة وملائم للابقار والجاموس، يعني الموضوع دوت الكي ده ملائم للابقار وملائم للجاموس. ويفضل اجراءه عند بلوغ الحيوان عمر سنة، يعني لما الحيوان يعدي عليه سنة ممكن نقدر نعمل، اقل من كده نأثر عليه. ويكون الوشم بنوعين، يعني له نوعين، الوسم الحار والوسم البارد. الوسم الحار اللهم صل على النبي، الوسم الحار مصنوع من الحديد وبيسخن لدرجة حرارة الاحمرار،
ثم يقوي به الحيوان، يقوى على الجلد في منطقة فوق الفخدة، على الفخدة بتاعت رجلي، الجزئية الخلفية اللي في آخر العجل من ورا أو آخر الحيوان من ورا. وهذه الطريقة لها مساواة في إمكانية حدوث مضاعفات للحيوانات نتيجة الحرق، بالإضافة إلى أنها تقلل من قيمة الجلد مستقبلا. يعني إيه؟ هي على قد ما هي بتبقى مفيدة كليا كبني آدم إن أنا أعرف إن الحيوان ده بتاعي أو وهتابعه بالقصة ديت، بتأثر على الحيوان لأنه بيبقى مكوي في جلده. طبعا ده الوسم الإيه الحار. الوسم البارد بقى أشكال من الحروف أو الأرقام مصنوعة من الحديد، ويقوم الشخص القائم بالعملية باختيار بقعة معينة، يعني جزء معين في الجلد، ويقوم بقص الشعر منه. يعني لو فيها شعر بإيه يعمل عملية إخلاء للشعر فيه، ثم تدخل الأرقام بالنيتروجين السائل فتصبح آلة وسم باردة. بعدها يضغط على المنطقة اللي هي المراد ترقيمها من مدة من 20 لـ24 ثانية لوسم العجول أو العجلات، والعجلات من 25 لـ30 ثانية. يعني الذكورة من 20 لـ24 والعجلات اللي هي الإناث من 25 لـ30 ثانية، ولوسم الفئران والأبقار أيضا يعني من 25 لـ30 ثانية وسم الأبقار. وبعد ما بعمل الوشم دوت انا بروح جاي عامل ايه، ماسك الرش بالنيتروجين السائل لتثبيت الرقم على الجلد. يعني انا بعد ما بعمل كده بثبت الرقم على الجلد. طبعا تاني حاجة الارقام المعدنية. الارقام المعدنية ديت بتعتبر مصنوعة من الحديد او الالمونيا باشكال مختلفة، وحسب طبعا الشركة المصنعة لها، وما يثبتها بآلة خاصة وما يثبتها باليد. يعني في ناس بتثبتها بمكنة معينة الشركة مصنعاها، وفي ناس بتثبتها بالإيد. الأرقام البلاستيكية، الأرقام البلاستيكية وهي أرقام مصنوعة من البلاستيك وألوانها زاهية، يعني إيه مفرحة، على الأغلب بأحجام كبيرة كي تقرأ من مسافات مناسبة. وتثبت هذه الأرقام في طبعا في صوان الأذان، يعني في آخر الأذن، بسبب ألوانها التي تجذب الحيوانات الأخرى إليهما، مما تعمل على شرح صوان الأذان وسقوطها. وهناك أيضا أرقام كلاسيكية، يعني سيمبل كده صغيرة، تثبت في ديل الحيوانات، يعني بتيجي في ديل الحيوانات كده وتروح جاي إيه مثبتها، تمام كده. وضع الأرقام المعدنية طبعا في سلسلة أو طوق جلدي، يعني بتيجي على الحوض بتاع الرقبة بتاع البقر أو رقبة العجول، وبتركب لها الوشم دوت أو الحزام حوالين الرقبة، وتديها رقم برضو بحيث ولا تخرم مدانها أو تكويها أو الكلام ده كله. ديت طرق تانية، وتوضع حول رقبة الحيوان، وتستخدم هذه الطريقة كثيرا في ترقيم العجول من مأساوها لتعرضها للسقوط باستمرار بمفردها أو مع سلسلة لتعلقها بأسيجة الحظيرة أو عند مسك العجول. يعني أنا ممكن بعد ما أعمل الكلام ده كله أقدر لو حتى هي وقعت أنا عارف إن البقرة دي رقم كذا ومسجلة عندي برقم كذا، بروح معلق لها الطوق أو الشريط، تمام كده. الترقيم بالوشم زي ما قلت لحضراتكم من الطرق القديمة. الترقيم بالوشم ده الطرق القديمة اللي استخدمت في ترقيم الحيوانات، ولكن لم يكن إعطاء الرقم للحيوان هو المتبع فقط، وإنما أحيانا كانوا بيكتبوا اسم صاحب المزرعة. يعني صاحب المزرعة وليكن له اسم معين، بيروح داخل يقول ايه المزرعة دي باسمه، وليكن احمد، محمد، محمود، تركي، الانجليزي، اي حاجة، اي اسم. بيشتغل على كل الحيوانات اللي عنده انه بيطبع اسمه عليها، منعا للسرقة، منعا للاشتباه في حيوانات اخرى، منعا ان السلالات دي تتبع باسمه وارقام معينة برضو. يعني هو بيحط اسمه بيحط رقم معاها بحيث ان ده يبقى الحيوان بتاعه، ولو انسرق يعرف يجيبه، لو اتاخد يعرف يجيبه، الكلام ده كله. دي كانت من الطرق القديمة اللي كانوا بيتبعوها، وكانوا بيدوا صاحب اسم صاحب المزرعة على ورمز اخر طبعا مع الحيوان. وافضل مكان لاجراء الوشم هو صوان الاذن، يعني في الودان داخل الاذن، لكونه خالي من الشعر. واحيانا كانت شفه الحيوان، يعني الشفة بتاع الحيوان كده، يروح رافعينها وكينها، يعني يدوها كوي كده. وتحتاج هذه الطريقة
طبعا بتحتاج هذه الطريقة إلى أدوات خاصة لإجرائها، وهي آلة توضع لتشكل آلة توضع فيها الأرقام اللي بتكون على شكل مسامير تثبت تقريبا في بعضها على جسم معدني لتشكل صورة الرقم المطلوب، ثم توضع مادة ملونة، يعني مادة لها لون كده على المكان عشان تحدد الوشم ويتم تثبيت الأرقام. طبعا في أرقام على القرون، في أرقام تحت الشفاه، كي القرون بنكوي القرن، بنيجي على قرن الحيوان كده ونروح كوينه، وهي طريقة مؤمنة لأن الرقم بيبقى مدام القرن موجود أو مدام الحيوان على قيد الحياة بيبقى الإيه اللهم صل على النبي البصمة على الأرض. طبعا كل دي تعتبر الإيه الحاجات اللي احنا كبشر بنستفاد منها، أما الحيوان بيتأذى منها لكونها إيه جروح، تمام كده. بس اللي أنا عايز أفهمه لكم برضو من حوار الترقيم إن هو في حد ذاته مكسب لصاحب المزرعة، مكسب لصاحب المزرعة إن أنا لما برقم الحيوان بعرف سيستمه ماشي ازاي، شغال ازاي، تم بيعه، بخرجه، بنزله من حسابات تسجيلاتي، لا قدر الله مريض بعزله، لا قدر الله في اي نوع من الميكروبات او الفيروسات بتأثر على حاله بضطر ان انا ايه اعزله عن المكان. طبعا من اهم المواصفات اللي بي 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 بتساعدها الحيوانات في الترقيم ان انا لما برقم الحيوان بفيده في حالة واحدة، ان انا بعمل له عملية التزام مباشر بيني وبينه في التحصينات، في الاكل والشرب، في زيادة العليقة، في نقص العليقة، في تواجده على الحياة بشكل مستمر، في ان انا اتعامل معاه على اساس ان هو يديني اكبر معامل تحويل. طب هو ما بيدينيش معامل تحويل، هنزله وبيعه عشان هو مش هيبقى بالنسبة لي له لازمة، فهبيعه على اساس انه مذبح وهبحه لاستفيد بيه كانتاج لحم بالنسبة لي. ده طبعا ترقيم الحيوانات، وطبعا اتكلمنا عن كي الحيوانات وترقيم الحيوانات في القرون والترقيم الحار والبارد والترقيم بالوشم، كل ده احنا حضرتك اتكلمنا فيه. يا رب يكون الفيديو اعجبكم، اتمنى انه يعجبكم، ما تنسونيش في الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم مني كل جديد. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد إبراهيم.